أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الشرك في الألوهية، هل المشركون أشركوا في الألوهية وهم يدعون الله عز وجل إذا ركبوا في الفلك؟ وهل يستجيب الله؟ يخلصون له في بعض الأحوال، المشركون يخلصون له في بعض الأحوال، وهي إذا خافوا من الغرق أخلصوا، إذا في حال الشدة فقط، فإذا جاء الفرج وجاء الرخاء أشركوا بالله عز وجل. نعم، هذا لا ينفعهم، بل هو دليل عليهم، الله ساقه مساق الاستدلال عليهم. لماذا تخلصون له في الشدة ولا تخلصون له في الرخاء؟ نعم، تعلمون أنه لا ينجي من الكرب الله، فلماذا؟ نعم. ويقول في تتمة سؤاله: وهل يستجيب الله تعالى دعاء الكافر إذا دعا لولده؟ إذا دعا مضطرا الله يستجيب للمضطر ولو كان كافرا، ويستجيب للمظلوم ولو كان كافرا. دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المضطر مستجابة، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ودعاؤه لولده لا أدري، ما أدري عن هذا. نعم.